وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش. دكتور أهلا ومرحبا بك. مرحبا. إذن كما استمعتم، انطلقت اليوم عملية إيداع الترشيحات برسم الانتخابات العامة لثامن شتنبر المقبل، والتي ستستمر لغاية الساعة 12 من زوال يوم الأربعاء 25 من غشت. كيف تنظرون لهذه الخطوة التي تمهد للعرس الديمقراطي المنتظر؟ وهل المدة الزمنية كافية بالنسبة للمرشحين ومن خلفهم أكيد الأحزاب؟ هذه خطوة على أي تندرج في إطار المسلسل الانتخابي الذي يتضمن مجموعة من المراحل، بين هذه المراحل المرحلة الأولى الأساسية والمهمة التي مرت، وهي التسجيل باللوائح الانتخابية وبالتالي تلقي مختلف الطلبات المتعلقة إما بتأكيد التسجيل أو إضافة الأسماء التي ربما سقطت لاعتبار من الاعتبارات. وهذه بطبيعة الحال المرحلة الموالية، وهي مرحلة إيداع الترشيحات، على اعتبار أن بعد هذه العملية ستأتي العملية الأخرى المتعلقة بالحملة الانتخابية وكذلك التصويت ثم الفرز ثم إعلان النتائج. إذن الأكيد من خلال هذه المرحلة، مرحلة إيداع الترشيحات، فإن الجدية تطبع السير في سياق احترام الزمن الانتخابي الذي يؤكد على مسألة دورية الانتخابات، ودورية الانتخابات تندرج في إطار احترام الخيار الديمقراطي الذي اعتبره دستور 2011 كركيزة من ركائز النظام الدستوري والسياسي المغربي طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور، وبالتالي فالأمور تسير كما خطط لها. بطبيعة الحال رغم ظروف الجائحة إلى غير ذلك، ولكن ما دام أن الانتخابات تعتبر جزء من الشأن العام وبالتالي والحياة العامة كذلك للمواطنين، وبالتالي فكل الإجراءات هي متخذة، وكل طرف بطبيعة الحال هنا يجب أن يتحمل مسؤوليته. إذن هناك سلطات إدارية تتكلف بإدارة العملية الانتخابية، وكذلك هناك أحزاب سياسية كطرف أساسي في إدارة وتدبير العملية الانتخابية. يبقى الأحزاب السياسية كيف ستتعامل، كيف ستنخرط وستندمج بشكل مسؤول في هذه العملية التي هي عملية فريدة وغير مسبوقة بالنظر لمجموعة من الاعتبارات. أولها أننا في يوم واحد سنشهد التصويت على ثلاث مستويات: المستوى المتعلق بمجالس الجماعات، والمستوى الثاني المتعلق بأعضاء مجالس الجهات، والمستوى الثالث المتعلق بانتخاب الممثلين بمجلس النواب الذين كذلك يعرفون التصويت في مستويين: مستوى يتعلق بالدوائر المحلية، ومستوى يتعلق بالدوائر الجهوية التي خصصت لفائدة النساء. نعم، برأيك ما هي الانعكاسات الآن المحتملة لوضع كل هذه يعني الترشيحات بشكل يعني رسمي على الناخب المغربي، خاصة وأن المدة الممنوحة من وزارة الداخلية المغربية ستتزامن مع بدء الحملة الانتخابية الرسمية؟ على أي، فكما قلت، فدائما عندما نضع مخطط أو برنامج تكون هناك نقاط قوة ونقاط ضعف. على أي من نقاط القوة الأساسية وهي تحقيق النجاح الانتخابي، على اعتبار أن جمع التصويت في هذه المستويات الجماعات ومجالس الجهات ومجلس النواب في يوم واحد ساعد على تنسيق الجهود بين مختلف المترشحين بالنسبة لنفس الحزب السياسي. نلاحظ الآن بأن هناك تعاون وتعاضد بين الذي سيترشح لمجلس الجماعة وبين المترشح لمجلس الجهة وبين المترشح لمجلس النواب. هذا النوع من التنسيق غير مسبوق ولم تعرف الانتخابات المغربية من قبل، هذا من جهة. لكن بطبيعة الحال تبقى من نقط الضعف أو من النقط التي تثير القلق والحيرة: إلى أي حد المواطن سيستطيع التأقلم مع هذا التمرين الأول لمرة بهذا النوع من
التصويت، وهو أن يصوت لممثله في المجلس الجماعي وفي المجلس الجهوي وفي مجلس النواب. ولكن أنا أعتقد كما قلت بداية بأن الأحزاب السياسية تعتبر طرفا أساسيا في هذا الاستحقاق الانتخابي، وبالتالي فهي مطالبة بتحسيس وتعبئات ومصاحبة ومواكبة الناخبين والناخبات في هذا الاستحقاق. شكرا لك دكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، شكرا لك على هذه المشاركة.